وانا بهني الدكتور محمد غفران الخش على الانجازات، ومتفائله جدا بان كل يوم يكون في تطوير ويكون في تقدم للافضل. اسمحوا لي ان انا اعبر ايضا عن سعادتي ان احنا النهارده بنرى ثمره جهود الحقيقه اكثر من عامين. في 2015 وضعنا في خطه مكافحه وعلاج الادمان التي اعتمدها مجلس وزراء مصر في 2015 في شهر مايو خطه لزياده مقدمي الخدمه ولزياده الخبره والمعرفه ولبناء القدرات لخدمه هذا الهدف المهم. وكان من ضمن اهدافنا ان يكون هناك دبلومه، فانا سعيده انه هذه الفكره رات النور وخرجت الى النور، مش بتوقيع بروتوكول مع كليه الاداب، ودي المناسبات اللي دايما بيتجمع فيها القيادات، ولكن بدنا نشوف الطلبه بيتخرجوا فعلا بعد دراسه نظريه وعمليه في هذه الدبلومه. مظلتنا خريجي اول دفعه دبلوم حفظ الطلب على المخدرات على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا. اهلا وسهلا بكم في هذا الصرح العلمي العريق لنحتفي معه بتخرج اول دفعه من دبلوم خفض الضرب على المخدرات. احنا يمكن قمنا بالاعداد لهذا الدبلوم على مدار عام بالكامل بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات لاعتماد المقررات والمناهج العلميه، وايضا تمت الدراسه على مدار 18 شهر بالكامل داخل اروقه كليه الاداب باعتبارها رمز من رموز الاكاديميه في الدراسات الاجتماعيه والانسانيه، وايضا التدريب العملي داخل كليه الطب جامعه القاهره هذا الصرح الطبي العمار. الحضور الكريم، اسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم نحتفي بجني ثمرة من ثمار البروتوكول الذي وقع بين جامعة القاهرة وبين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. هذه الثمرة ممثلة في الاحتفال بتخريج أول دفعة من الطلاب الذين اقبلوا على الدراسه بدبلوم خفض الطلب على المخدرات. وسبق اننا في ظل هذا البروتوكول ان نظمنا اكثر من فاعليه بالتعاون مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان، منها اسبوع التوعيه بمخاطر الادمان. الحضور الكريم، لقد كان لدبلوم معالجة التعاطي وإدمان المخدرات رسالة واضحة محددة تتمثل في ضرورة وجود فريق علاجي متكامل يتكون من الأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين للمساهمة في الحد من ظاهرة التعاطي وإدمان المخدرات التي تنتشر في المجتمع بشكل ملحوظ. فمن خلال هذا الدبلوم تم تأهيلنا علميا وعمليا. الطالبة روما بطرس جاي
طالب رابعي الطالبة ندى عيسى الأستاذ الدكتور عزة عبد الكريم فهد الأستاذ الدكتور الحسين محمد عبد المجيد الدكتور فكري محمد الدكتور إيمان عبد الحليم طه